بزاف ديال الاخوه ما كيفرقوش بين الذهب والفضه وما كيعرفوش الطريقه ديال العيار. تقول لي العيار كيحسب ليه واش العيار هو يعني المغناطيس. خويا العيار هو هذا اللي كتشوف، هذا هو العيار. كتاخذ يعني هذا الحمض النيتريك، كتاخذو الحجره كتحك المقراج ولا البراد ولا اي حاجه عندك، هي عمله عندك، كتحكها فوق هذه الحجره هذه، تكب عليها الماء كما كتشوف هكا، الماء ديال النيتريك، وكت الى داكشي تحيد وتمحى وتشوط، راه ماشي ماشي ذهب ماشي فضه. الا بقى يعني ما تاثرش بهذاك الماء، راه الا كان بيض راه فضه، الا كان صفر راه ذهب. بالنسبه للنحاس راه ساهل، الا كان الا بقى داك الصفوريه راه ذهب، الا تبخرات مع الماء راه غير نحاس، والفضه كذلك. الا واحد المعدن كيشبه الالومنيوم حتى هو ما كيتاثرش بهذا الماء، غير هو معروف حيت خفيف باش ما تصيدوش به.